السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم في درس جديد على قناة مدرسة تيوب. النهاردة معايا فيديو مهم جدا عن إزاي أربط القناة بتاعتي بصفحة القناة على الفيسبوك. طبعا ومجرد ما انشر الفيديو يبتدي إن هو ينزل بشكل تلقائي على الفيسبوك زي ما بينزل بشكل تلقائي على الجوجل بلس. طبعا ده إن شاء الله يساهم معانا كتير في زيادة المشاهدات. وطبعا لان انا الحقيقه فعلا انا بقالي 9 شهور القناه مفتوحه، والموضوع ده كنت بدور عليه وكنت فاكره ان هو مش موجود، لكن في الحقيقه هو موجود وانا اتعلمته النهارده من برضو من بركه ان الواحد ينسب العلم لاهله. اتعلمته النهارده من مدونه 1000 دولار، فجزاهم الله خيرا. فان شاء الله حوالي حضراتكم ازاي نربط اربط صفحتي على الفيسبوك بتاعت القناه بالقناه. تابعوا معانا. اول حاجه احنا بنيجي نقف هنا على الجزء ده اللي حضرتك شايفينه عامل زي السطور، بنقف عليه بالمنظر ده. هنلاقي كده في اول حاجه الصفحه الرئيسيه، تاني حاجه عندي قناتي، لو اليوتيوب عند حضرتك بالانجلش هتلاقي هنا كلمه ماي شانل، فهندخل على قناتي زي ما حضراتكم شايفين. بعد ما دخلت على قناتي لقيت ان انا هنا بيديني زي ما حضراتكم شايفين الواجهة الرئيسية للقناة. بندخل على كلمة حول، بننزل هنا على القوائم الموجودة تحت، بندخل على كلمة حول او اباوت، بندخل عليها بالمنظر ده. بننزل كده مع بعض تحت بنلاقي كلمة روابط، بنبتدي ان احنا ندوس على اي واحدة منهم. عفوا هننتظر بس لحد ما الصفحة تحمل. هو في الصفحة هنا بيديني ان انا يعني انا متاح ليا ان انا اربط القناة بتاعتي بخمس صفحات. فالاول هو طبعا بيتربط بالجوجل بلس مباشرة، فحضرتك كل اللي هتحتاجه ان انت اهو هنبتدي ان احنا ندوس ده عشان الا لو حد ما خدش باله نعمل ريفرش للصفحه تاني. هو هنا بيتيح لي يعني لو حضرتك عندك حساب على الفيسبوك شخصي، او لو حضرتك عندك صفحه للقناه على الفيسبوك، لو حضرتك عندك حساب على تويتر، لو حضرتك عندك حساب على لينكد ان، كل ده ممكن تنشر. مجرد ما حضرتك هتنزل الفيديو ان شاء الله على اليوتيوب هينتشر مباشره في الفيسبوك بتاع حضرتك. طيب تعالوا كده نشوف مع بعض ازاي بيحصل. شايفين انا اوريدي انا عندي صفحتين للقناه على الفيسبوك فربطهم، هو اوتوماتيك بيربط بالجوجل بلس. طيب تعالوا نشوف كده. انا هقف على القلم اللي انا اللي موجود ده، فهيديني ان انا والله رابطه على الصفحه الاولانيه دي على الفيسبوك ورابطه على الصفحه الثانيه على الفيسبوك. طب انا حابه ان انا اربط، طب تعالوا كده ان انا اخد من ده كوبي واعمله مع حضراتكم مره ثانيه، اعيد الربط مره ثانيه. تعالوا كده نشوف. انا هشيله، انا خلاص شيلت الرابط. طيب هقوم دايسه على اضافه وهكتب هنا اليو ار ال، هنعمل له بيست، وهكتب هقول تابعونا على فيسبوك. تمام، تابعونا على فيسبوك، هو كده خلاص. واقول تم، هو هنا هنا لازم قلت هقول حاجه تابعنا ايضا، عشان ايه؟ لازم انا الوصف يكون متميز. تابعنا ايضا على الفيسبوك، هقول ايه؟ تم. تمام، اهو ابتدى ان هو خلاص ضافني على الفيسبوك اهو، وضافني على الجوجل بلس. تعالوا كده بصوا على القناه من فوق، هتلاقوا بصوا زي ما هو كان حاطط علامه الجوجل بلس من اول، حط لي علامتين فيسبوك. هو خلاص كده ربط التشانل بتاعتي بالفيسبوك. مجرد ما حضرتك هتنشر مقطع فيديو مباشره هينتشر على الفيسبوك، طيب نكمل مع بعض بعد الفاصل ازاي نربط بقى نفعل الخاصيه ان انا ربطت يعني صفحات الفيسبوك بتاعتي بالقناه، وازاي هو مجرد ما انا رفعت الفيديو ده زي ما قدام حضراتكم ازاي هو بقى ينشر بشكل تلقائي على الفيسبوك. تعالوا كده ندوس على كلمه فيس، ندوس على اللوجو بتاع فيس،
ونبتدي ان احنا نشوف. هو بيقول لي هنا في تاب كده، فاحنا هندخل على السهم. هو بقى مديني اوبشنز مختلفه. اول حاجه بيقول لي ان انت تشاير شير اون يور تايم لاين، يعني حضرتك ده هو لو حضرتك اخترت الاوبشن ده يبقى هو هيعمل ايه؟ هو هينشر على صفحتك الشخصيه، هينشر على صفحتك الشخصيه. لو حضرتك اخترت شير اون فريندز تايم لاين، هيقول لك دخل اسامي الفريندز بتوعك. لو حضرتك هتشير في عايز تشير في جروب، في جروب حتى حت في جروب حضرتك هتدخل اسم الجروب. طيب تعالوا بقى نشوف الحته اللي احنا بتهمنا، اللي هو ازاي ان هو يشير في شير اون بيجز او بيج يو مانج، شير على الصفحات اللي حضرتك بتديرها. فانا قلت اخترت الاوبشن ده شير اون بيج يو مانج، فقام مديني بقى ايه والله مديني، بصوا بقى انا بدير 3 صفحات، مدرسه تيوب، عامله صفحتين مدرسه تيوب ومدرسه بليف اور نوت. فانا هختار مدرسه تيوب الاولانيه واقوم داخله تاني ومختاره مدرسه تيوب التانيه، وهو كده هو هينشر لي، هو هينشر لي في كل مره مره واحده بس. فانا هختار مثلا، انا اخترت مدرسه تيوب زي ما حضراتكم شايفين، فهو كده هينشر بشكل مباشر على المدرسه تيوب، لان انا ربطتها قبل كده زي ما شفنا قبل كده معانا ازاي ان احنا دخلنا صفحه الفيسبوك على على القناه بحيث ان هي تبقى مربوطه بالشانل بتاعتي. ممكن برضو ادخل لينكد ان، ممكن ادخل بلوجر، ممكن ادخل اي حساب ليا في اي موقع تواصل اجتماعي يكون خاص بيا، وهقول بوست اون فيسبوك. كمان كنت عايزه اوري حضراتكم ان في اوبشن تاني هو كمان مديهولي، لما بدوس على الايقونه بتاعه الفيسبوك هو مديني اوبشن تاني ان انا اشير ان برايفت مسج، يعني انا ممكن ادوس على الاوبشن ده فهيقول لي لو انت عايز تبعت الفيديو ده كبرايفت مسج، حد طالبه مثلا منك حضرتك عامله عايز تبعته مباشره لحد مباشره، فهتكتب الاسم بتاع الفريند بتاع حضرتك على الفيسبوك، وده هيخليك توصل كمان توصل للفريند بتاعك بشكل مباشر. لا احنا عايزين بقى هنا نشير على البيج، فانا هختار البيج بتاعتي، انا اخترت هنا مدرسه تيوب، فهو ايه وهقول له بوست ايه اون تو فيسبوك. طيب انا خلاص نشرت في الصفحه الاولى بتاعتي، طب عايزه انشر في الصفحه الثانيه، انا اتفقنا ان انا عندي صفحتين على الفيسبوك، هعمل ايه؟ هدوس تاني على الايقونه بتاعه فيسبوك وهدخل على شير اون يور تايم لاين، هغيرها هختار شير اون بي هختار شير اون بيج يو مانج، هختار الصفحة التانية اللي اسمها مدرسة تيوب اللي انا يعني انا عاملة صفحتين للقناة، وهقول بوست تو فيسبوك. وبكده الموضوع ده هيرفع من عندنا عناء كتير ان احنا ناخد الرابط ونحطه على الفيسبوك، وانا عن نفسي من الناس اللي بتكسل تعمل الموضوع ده، وطبعا ده ليه تأثير سلبي على انتشار الفيديوهات. انا كده اصبح خلاص بالنسبة لي متاح ان انا انشر في اي حتة. لو حضرتك عن انا ممكن أنا لو حد يعني اي بقى يعني يفضل بقى ان انت تنشئ بلوجر وتنشر فيها، تنشئ تويتر وتنشر فيها، تنشئ لينكد ان تنشر فيه، لان ده طبعا بيزود طبعا من امكان يعني نشر الفيديو في كل مكان وامكانية زيادة المشاهدات بالنسبة له. ما تنسوش بقى لو عجبكم الفيديو تعملوا لنا لايك وتعملوا لنا شير ليه وتعملوا لنا سبسكرايب للقناة. القناة بتقدم كل مفيد، وبتقدم كمان حاجة مفيدة جدا، بتقدم المنهج المصري، منهج التعليم المصري المرحلة الابتدائية. فاللي حابب او مهتم بالموضوع ده ياريت يشارك معانا ويكمل ويتابع المكتبة اللي احنا مقدمينها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنت طالب من حضراتكم طلب اخير، لو تكرمتم ياريت اي حد عنده خبرة في مجال السيو او مجال اليوتيوب وعنده فعلا معلومة مفيدة ممكن يقدمها لنا، زي اللي انا النهاردة حصلت عليها وقدمتها لحضراتكم في صورة فيديو، ياريت ما يبخلش علينا بيها، يسيبها لنا في كومنت اسفل شاشة الفيديو. ما فيش اي حرج من تكون حضرتك بتدعو يعني لمعلومة، سيب لنا لو سمحت الرابط، سواء كان رابط مقروء او رابط فيديو تحت في تعليق اسفل شاشة الفيديو. ياريت المعلومات الفعلا الحقيقية اللي تكون خاصة بزيادة المشاهدات او خاصة بزيادة المتابعين ونشر الفيديوهات، طرق مبتكرة لنشر الفيديوهات بس تكون كلها طرق قانونية او تكون كلها طرق يعني ايه
حقيقية فعلا، مش مجرد تبادل سبسكرايبس وخلاص، لا احنا عايزين يعني لو يعني عنده حد معلومة حقيقية يا ريت يسيبها لنا، ويبقى جزاه الله خير، وفعلا يكون قدم لنا يعني فعلا علمي وانتفع بيه ومعلومة نستفيد بيها ويستفيد بيها كل المشاهدين برضو. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.